اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي. اللي اول مره كيشوف هذه القناه كنقول ليه مرحبا بك والف مرحبا، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش هكذا يوصلك اي اشعار ديال اي فيديو حطيته عندي في القناه. المهم، بلا ما نكثر عليكم في الهضره وبلا ما نطولوا في الهضرة، اليوم جبت لكم واحد الوصفة غزالة بزاف لزيادة الوزن. كما كتعرفوا كاين العديد ديال العيالات وحتى ديال الرجال اللي كيعانيوا من النحافة، وعيو ما يديروا في الوصفات وعيو ما يديروا في يعني ما خلوا ما جربوا، ولكن الغالب الله هذه الوصفة هذه هي طبيعية 100%. إلا ما نفعتكش ما غاديش تضرك نهائيا. المهم، مكونات الوصفة كان عند اول مكون هو اللوز كما كتشوفوا، ثاني مكون هو القوقاو، ثالث مكون هو زرعة الكتان، وكاين رابع مكون هو السنجلان كما كتشوفوا. انا ديجا رديته باش يتحمر، لان هاد المكونات كاملين كما كتشوفوا معايا غادي نحمرهم. ها هو السنجلان اللي خليته باش كيتحمر، راه يتحمر على نار مهيله فوق البوطه. وباش كنجمعوا هاد المكونات هادو بعد ما غادي نطحنوهم ان شاء الله، اما بعسل حره عندي هنا العسل، اولا تقدروا تجمعوهم بهاد النوتيلا ولا اي شكلات مفضل عندكم. فانا اليوم ان شاء الله غادي نجمعوا بهاد النوتيلا هادي. فوالا كما كتشوفوا، دابا غادي نخلي هاد الزنجبيل هذا يتحمر على نار مهيله على خاطرو فوق البوطه، وغادي نمشي نقشر هذا الكاوكاو هذا. بقاو معايا غادي نقشرو ونرجع لكم. ها نتوما كما كتشوفوا معايا القوقاو من بعد ما قشرتو، صراحه زدت واحد شويه لانني فاش قشرتو جاتني واحد الكميه اللي هي قليله. فكما كتشوفوا انا هنا قشرتو والجنجلان ها هو تحمر ليا. دابا غادي نحيد الجنجلان وغادي ندير القوقاو باش يتحمر حتى هو. بقاو معايا. كما كتشوفوا انا خليته بقشوره وماشي مشكل، لان هذا القوقاو الرقيق كيكون بلدي، اي ماشي مشكل واخا خليته قشور ديالو. اللي ما حبتش تدخل ديال القشور تحيدهم، انا خليته بقشوره لان عنده القشور رهيف رقيق، يعني ما كيبانش يعني في الطعم ديالو عادي. المهم انا غادي نحمر هذا القوقاو هذا، غادي نحمر جميع المكونات ونرجع لكم. المهم كما كتشوفوا معايا انا حمرت جميع المكونات، حطيت هنا الجنجلان غادي نبدا به هو الاول، ومن بعد نطحن المكونات الاخرين. قبل ما نطحن هاد المكونات هادو غادي ندير هادي في هاد النوتيلا هادي في حمام مريم باش تذوب، باش فاش نخلط المكونات من بعد نكب عليهم هاد النوتيلا هادو ولا نخلطهم مجموعين. المهم خصني نذوبها شويه باش تسهل عليا العمليه. بقاو معايا. انتما كما كتشوفوا معايا انا درت هاد الكاسرونه هادي، درت فيها الماء يسخن وغادي نحط هادي غير بشويه ونخليها حتى تذوب مزيان ونضيفها مع المكونات. هانتوما كما كتشوفوا معايا انا طحنت الجنجلان مزيان، وتقدروا غير تهرمشوه على حسب الذوق ديالكم. فوالا عندي هاد القرعه هادي ديال نوتيلا كبيره سالات ليا، وفيها اللي غادي نجمع هاد المكونات هادو. هاد الشويه اللي طحنتو دابا ما بغيتش نطحنو بزاف، لان المره الاولى طحنتو بزاف، بحاولت غير يعني غير نهرمشو ما نطحنوش بزاف بزاف كما المره الاولى باش ما يتعلقش ليا. هانتوما كما كتشوفوا معايا انا خلطت جميع المكونات في هذه القريعه هذه، ولكن كما كتشوفوا تعمرات ليا صراحه. واحد الريحه فيها غزاله ديال هاد المكونات فاش كيتحمروا كيعطيو واحد الريحه غزاله، وواحد المذاق اللي هو لذيذ
ما غاديش تندموا على هذه الوصفه هذه. كما قلت لكم الا ما نفعتكمش ما غاديش تضركم حيت المذاق ديالها رائع. كما قلت لكم هي تعمرات ليا، غادي نحاول نخوي شويه في هذه حتى هي تسالات ما بقى فيها والو. غادي نخلط ونجيب الشكلاط نخلط شويه هنا وشويه هنايا. ها انتما كما كتشوفوا معايا من بعد ما خلط جميع المكونات كتحصلوا على هاد نقدروا نقولوا هاد العجينه هادي. اللي غادي يسولني على المكونات صراحه عينكم ميزانكم، انا عندي هاد القرعه هادي الكبيره ديال النوتيلا، مكونات عيني ميزاني، خلطت داكشي اللي كنبغي. حتى نتوما تقدروا تضيفوا اي مكون، راه ماشي ضروري ديروا هاد المكونات اللي درت انا في هاد الوصفه هادي، تقدروا ديروا اي مكون عزيز عليكم، مثلا القرقاع، بيستاج، اي حاجه اي حاجه كتعجبكم كتخلطوها وكتضيفوا عليها سواء الشكلاط سواء كتضيفوا عليها العسل الحره، اولا كتطحنوا جميع المكونات وتبقاو تخلطوهم مع اي ياغورت مفضل عندكم، بيرلي، دانون، مهم يعني اي ياغورت كيعجبكم كتناولوه. صراحه يا البنات واحد الريحه فيها كتحمق والمذاق ديالها ولا اروع، يعني غادي تعجبكم وانا متاكده غادي تعجب حتى الدراري الصغار، حتى الدراري الصغار اللي ما كياكلوش مزيان او اللي عندهم نحافه مفرطه حتى هما يمكن لهم يتناولوها لانها طبيعيه ما فيها حتى شي حاجه غير طبيعيه اللي غادي تضر بالصحه ديالكم. كاين اللي غادي ياكل يقدر ياكل مثلا معلقه في الصباح من بعد الفطور، كاين اللي ياكل معلقه من بعد الغداء، وكاين اللي ياكل معلقه في بالليل ملي كيتعشى. بالنسبه ليا انا كنفضل ناكلها قبل ما نمشي للناس، يعني ناكل واحد جوج معالق كبار يكونوا عامرين مزيان، ومن بعدها كتمشي تنعسي بهذه الطريقه هذه كنفضلها حسن. علاش؟ لان الواحد فاش كينعس كيستافد ما كيتحركش، يعني مورا بيان سور مورا النعاس راه فاش كتمشي تنعسي ما كتحركي ما والو، كتستافدي اكثر من هاد المكونات هادو وكيستافد منهم الجسم ديالك. فوالا كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وغير جربوها، واللي جربتها ما تنساش تخلي لي تعليق لتحت في التعاليق تقول لي كيفاش جاتها، واش لقات عندها نتيجه. طبيعة الحال ما غاديش تلقاو نتيجه من النهار الاول اولا باليوم الاول، ضروري خص واحد 10 ايام حتى شهر على حساب الجسم ديالكم نتوما كيفاش كيتقبل هاد الوصفات هادو. كاين اللي كتاكل غير 10 ايام سبحان الله كتبان فيها النتيجه، كاين اللي 15 يوم، كاين اللي 20 يوم، كاين اللي شهر، يعني كل وحده والجسم ديالها. هادشي اللي كاين، كنتمنى تكون هاد الوصفه نالت الاعجاب ديالكم، وسمحوا لي الا طولت عليكم بزاف في هاد الفيديو هذا. نشوفكم فيديو اخر، تبقاو على خير، مع السلامه.